احنا انا المسؤول الاول على تنظيم هذا التظاهره، صالون الكتاب الاول من نوعه، الوطني الاول من نوعه هنا في شلف. الهدف من هذا المعرض هو ودير مساهمة في بعديد من دور النشر الكبار مثل برزخ، أبيك، أناب ما اعتذروا ما قدروش يجوا، وكاين دوتر ميزون ديديسيون اللي راهم ريبريزونتي بار 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 لا ليبريري محمد خياطي. في هذا المعرض ممتد من 28 شهر جويلية إلى 30 شهر جويلية، ونتمنى الجميع يشاركوا فيه وجميع يجوا يشوفوا كتب مختلفة. جبنا مجموعة من العناوين كما عناوين تاع بارتي، عناوين تاع ديسو تاع المعرفة، هما كاين عناوين كلها تاع قوانين تاع الاقتصاد، كاين عناوين روايات، كاين تاع التاريخ، جميع التواريخ تاع الجزائر، كاين عدة عناوين ثقافة، كاين عناوين تاع التنمية البشرية. جمعية الآثار اللي ترأسها الأستاذ حاج أحمد شريفي، كنا دائما نحضره في بمناسبة شهر الآثار، شهر التراث، بمجموعة من الأساتذة بكل بيدلي دار أو بالمحاضرات حول المواضيع اللي كان اللي تطرح في الليبرار وكل ما يجم وخدمه. على كل حال هذه خطوة بالك ان شاء الله في المستقبل سافا نسيرفي ديكسبيريونس للاعمال العوام الجايين ان شاء الله. اي، وهذه في الحقيقه باش يكون تحفيز للشباب الجامعيين. هذا المعرض كحدث يعني مهم جدا، لانه يسمح على كل حال معرض وطني يسمح بتعرف ب بمختلف الانتاجات يعني تاع الكتاب والشعراء في الجزائر هنا. Il a un autre concurrent, c'est les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux vont aussi le plus fort. فقط هنايا كنا نشوفوا باللي كاين نقص شغل محتشم في الكتب العلميه، فقط كانت غير الكتب الادبيه، ونثمنوا يعني ولايه تلف على انها قامت بهذه المبادره بعمل هذا المعروف، ونتمنى ما تكونش يعني الاخيره في ولايه صالون وطني للكتاب بشلف. نظمته شركه صحف شلف لتطبع كتب وكذلك تنشر جريدة لو شيليف. هذا المعرض كان برمجناه عنده تقريبا شهرين، والآن رانا افتتحناه ويبدأ من اليوم 28 جوان ويخلص 30 جوان.